الفيرم الهيد كوارتر بتاع سنغافور. انا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده to give this short update على بعض التعديلات اللي حصلت على معايير المحاسبه. وانا عايز قبل ما ابدا البرزنتيشن بتاعتي I'd like to extend my appreciation لطاهر ومالك وزيكو from the ACCA for bringing this event to Egypt. Thank you so much. يعني انتوا كمان اديتني الاوبورتيونيتي ان انا تو ديليفر ذيس برزنتيشن فور ذيس ديستنجوشد فاينانس اند اكاونتنج بروفيشنالز. اولسو يعني I'd like to thank Mr. دكتور ايهاب ومستر احمد رجب على البرزنتيشنز اللطيفه جدا اللي عملوها. الحقيقه انا اول مره النهارده افهم سستينبل فاينانس كان على ايد الدكتور ايهاب. فثانك يو البرزنتيشن كانت هايله وكانت عظيمه وكانت جميله جدا. واعتقد ان احنا نحتاج ان احنا نعيدها اكتر من مره واكتر من اي سي سي اي ايفنت لسيفرال بارتيسيبنتس. النهارده انا البرزنتيشن بتاعتي هتتكلم على تعديلات حصلت على معايير المحاسبه فيو مانثز اجو. من تقريبا حوالي احنا بنتكلم في شهر مايو اللي فات حصل تعديل بسيط. الافكتيف ديت بتاعه هيكون من اول 1 يناير 2024. التعديل ده مينلي بيتكلم على حاجه اسمها السبلاير فاينانس ديسكلوجر ريكويرمنتس. هنقول الاول يعني ايه. هنتكلم فروم بزنس ترانزاكشن برسبكتيف ويعني ايه اصلا سبلاير فاينانس او ايه المقصود بكلمه السبلاير فاينانس. شوف شكل البيزنس ترانزاكشن الاول عامل ازاي وبعد كده نشوف طب كانت ايه التشالنجز اللي كانت موجوده في معايير المحاسبه علشان نحتاج ان احنا نعمل تعديل في المعايير. بعد كده نقول ايه اللي اتغير بقى التعديل اللي بعده. فنفهم الاول ايه ترانزاكشن يعني ايه سبلاير فاينانس. بعد كده نعرف ايه التشالنجز اللي كانت بتقابلنا وبعد كده نعرف ايه التعديلات اللي اتعملت. فاول حاجه هو يعني ايه اصلا سبلاير فاينانس. احنا في السبلاير فاينانس الشركات عشان تقدر ان هي تبقى افكتفلي بتمانج الوركينج كابيتال بتاعها وتقدر ان هي تو ميت الليكويديتي ريكويرمنتس بتاعتها بتدور على طرق للتمويل. من ضمن طرق التمويل ديت ان انا ممكن اخد قرض من البنك، اخد تسهيل ائتماني، اروح اعمل فاكتورينج على ارصده الريسيفبلز بتاعتي. فمن ضمن طرق التمويل في طرق تمويل بنقول عليها سبلاير فاينانس. سبلاير فاينانس دي ليها كذا اسم تاني غير سبلاير فاينانس. في اسم اسمه ريفرس فاكتورينج، في اسم اسمه سبلاي تشين فاينانس، في اسم اسمه بيبل فاينانس. ببساطه كده ايه اللي بيحصل في الريفرس فاكتورينج على سبيل المثال؟ اللي بيحصل ان انا شركه بشتري بضاعه من سبلاير. اشتريت البضاعه ديت من السبلاير وعايز ادفع الفلوس دي للسبلاير، فرحت اشتريت البضاعه ديت من السبلاير. السبلاير ورد لي البضاعه ومفروض ان هو يجيب لي الفاتوره ومديني كريدت تيرم، ادفع بعد 30 يوم، ادفع بعد 60 يوم، ادفع بعد 90 يوم، ومفروض ان انا ادفع له في الديو ديت. فاللي حصل ان الباير عمل بيرشيز من السبلاير، السبلاير سبلاي الجودز، في نفس الوقت اروح ادخل في اتفاق مع شركه تمويل، ادخل في اتفاق مع بنك، ادخل اتفاق مع فاكتورنج كومباني. ايه الاتفاق دوت بيعمل ايه؟ ان انا عايز اعمل فاكتورنج للترانزاكشن اللي ما بيني وما بين السبلاير. يعني ايه اعمل فاكتورنج؟ احنا كنا متعودين على الشكل التقليدي من الفاكتورنج قبل كده، ان انا اروح اقطع الشيكات بتاعتي مع البنك، ان انا اروح ابيع الفواتير بتاعتي للبنك اخد تمويل على حسها، ان يجي بعد كده فور اكزامبل مثلا البنك ياخد مني شيكات اغلى، انا اروح اسلمها له وقت التحصيل هو يروح يحصلها من العميل. ففي نوع من انواع الضمان يعني بيتقدم للبنك. طب النهارده انا عايز اروح للبنك ولا شركه فاكتورنج اقول له ارفع السبلاير بتاعي. الترانزاكشن دي هتتم ازاي؟ فالمهم رحت دخلت في اتفاق مع فاكتور وليكن بنك او فاكتورنج كومباني. السيلر هيبعت الفاتوره للباير. في نفس الوقت الباير هيراجع على الفاتوره، تمام انا استلمت البضاعه ديت ودخلت المخازن بتاعتي وهي ابروف الفاتوره. يبعتها للفاكتور بنك او فاكتورنج كومباني. الفاكتورنج كومباني ديت هتاخد الفلوس وتروح تدفعها للسبلاير. طيب النهارده حصل اصلا اشتريت البضاعه انا ما دفعتش الفلوس من جيبي. فلوس ما خرجتش من عندي، خرجت من عند البنك او من عند الفاكتورنج كومباني. في تاريخ الانفويس ديو ديت او في تاريخ بعد ديو ديت انا متفق مع السبلاير ان انا ادفع بعد 90 يوم، لما يجوا ال 90 يوم دولت او ممكن ادخل في اتفاق بشكل ثاني مع الفاكتورنج كومباني ان لا زود لي شويه الترم، بدل ما ادفع بعد 90 يوم انا ادفع بعد 150 يوم، انا ادفع بعد 180 يوم. في التاريخ دوت انا اروح ادفع الفلوس ديت للفاكتورنج كومباني او للبنك. ايه المشكله ده في كل الكلام ده؟ واصلا انا ايه اللي يخليني ادخل في ترانزاكشن بالشكل ده؟ ايه اللي يخليني اروح لفاكتورنج كومباني واقول له ادفع للسبلاير بتاعي وبعد ما ادفع بعد ما هو يدفع لي
خليني ادخل في ترانزاكشن بالشكل ده. حاجات كتير ممكن تدخلني حاجه زي كده. اولا ممكن اكون عايز اسرع البيمنت اللي انا بعملها مع السبلاير علشان اكسب علاقه كويسه مع السبلاير. علاقتي مع السبلاير كويسه. لا ده زياده بيدفع الفواتير في ميعاد ما بيستناش في ديو ديت. ده انا بعرض له البضاعه وباخد فلوسي على طول. فخلاص خليني مع زياد ده انا مبسوط منه وافضل اتعامل معاه. فلقيت حاجه من الحاجات ان انهانس الباير بروفايل اس ار لايبل كاستمر. وبالتالي which can lead to favorable purchase terms. بعد كده بقى في اتفاقاتي مع السبلاير، السبلاير ده يبقى بيحبني بيلبي الطلبات بتاعتي على طول ما بيتاخرش عليا في الدليفري. فدي حاجه. حاجه ثانيه potentially I can extend the payment term framework. ان انا payment term بتاعي for example ده ممكن تتفق مع السبلاير 90 يوم، اقدر اروح اتفق مع الفاكتورينج كومباني ادفع عند السبلاير بعد 90 يوم وانا ادفع لك بعد 180 يوم. فانا كده زودت البيمنت تيرمز بتاعتي من غير ما اعمل امبروفمنت للعلاقه اللي ما بيني وما بين السبلاير. لان في طريقه بلدي ان انا اعمل كده، السبلاير تيجي ميعاد الفاتوره بتاعته بعد 90 يوم ما ادفعش، استنى عليا شويه، استنى انا عندي مشاكل كويري، استنى لسه ما دمجتش الفلوس بتاعتي من السوق، السبلاير يزهق مني بقى كل شويه تقول لي انا هتاخر عليك الفلوس، مش انا مش هورد لك بعد كده، او يحط مارجن زياده لما يجي يورد لي. فيبوظ العلاقه ما بيني وما بين السبلاير. طب من غير ما ابوظ العلاقه ما بيني وما بين السبلاير دخلت في ترانزاكشن بالشكل ده مع بنك او مع فاكتورنج كومباني، هو يدفع للسبلاير وانا ادفع للبنك او للشركه او للفاكتورنج كومباني بعدها ب 180 يوم. فدي حاجه من الحاجات اللي ممكن تدخلني في ترانزاكشن. او ممكن انا عايز احتفظ بالكاش عندي لاي سبب، عايز اخلي الكاش عندي ده فور امرجنسي، بدل ما اخد الكاش وادفع للسبلاير لا خلي الكاش ريزيرف عندي. حصلت اي مشكله، الطلب على المنتجات قلت، حصل مشكله في السبلاي تشين ومحتاج ان انا اجيب بضاعه بسرعه يبقى انا معايا كاش، فانا خليت الكاش معايا. او السبلاير بيديني ديسكاونت ما يتعوضش، بيقول لي لو دفعت مثلا بيديك كريدت تيرم 90 يوم، لو دفعت لي خلال 10 ايام انا هدي لك خصم 5%. 5% في مقابل ان انا ادفع خلال 10 ايام بدل ما ادفع على 90 يوم، يعني انا وكاني بدفع 5% على مده تمويل 80 يوم. 5% ده كتير قوي. انا رحت جبت تمويل من البنك، ممكن ان انا استفيد بتمويل بريك احسن من كده بكتير. ده انا معنى كده ان انا ممكن اوفر اروح استفيد من ال 5% والعائد اللي انا هدفعه للبنك ولا شركه الفاكتورنج هيبقى اقل من كده. دي الحاجات اللي ممكن تدخلني في ترانزاكشن بالشكل ده، ان انا اعمل ريفرس فاكتورنج او ان انا ادخل في ترانزاكشن فيها تمويل للفواتير بتاعتي اللي ما بيني وما بين السبلاير. طيب ايه المشكله بقى في الكلام ده كله؟ وليه اصلا احنا محتاجين تعديل في المعايير علشان الحته دي؟ المشكلة اللي كانت بتواجهنا قبل كده هي مشكلة كلاسيفيكيشن اند برزنتيشن. أول حاجة بنفكر فيها، طب أنا النهاردة الفلوس دي اتدفعت للسبلاير بس ما خرجتش من جيبي، اللي دفعها الفاكتورنج كومباني أو اللي دفعها البنك. فهل المفروض إن أنا أعمل دي ريكوجنيشن لرصيد التريد بيبل ولا لأ؟ يعني هل المفروض إن أنا النهاردة أقول أنا كان عندي رصيد كريدت فلوس عليا للسبلاير، هل المفروض النهاردة إن أنا أعمل دي ريكوجنيشن لرصيد التريد بيبل اللي ظهر عندي في الميزانية ولا لأ؟ طيب لو انا هعمل دي ريكوجنيشن لرصيد التريد بيبل، هل اعمل الدي ريكوجنيشن ده واسجل مكانه؟ يعني اسيب التريد بيبل زي ما هي كده لحد تاريخ الفاكتورنج كومباني هتدفع فيه للسبلاير، ولا اعمل الدي ريكوجنيشن لرصيد التريد بيبل واحط مكانها فاينانس لايبيلتي او اذر فاينانشال لايبيلتيز التزامات عليا للفاكتورنج كومباني؟ اسيبها جوه التريد بيبل ولا اعرضها عرض منفصل على وش الميزانيه از اذر فاينانشال لايبيلتيز التزامات عليا للفاينانسنج كومباني؟ فدي كانت اول مشكله بتقابلنا. وان اوف ذا كي كويتشن از ويزر ذا باير كونتينيو تو ريكوجنايز التريد بيبل اب انتل وين ذا باير بيز ذا بنك، بيفضل التريد بيبل عندي في الميزانيه لحد ما السبلاير ياخد فلوسه من البنك، ولا ادي ريكوجنايز التريد بيبل اند ريبليس ات وذ نيو لايبيلتي سيبريتلي بريزنتد ان ذا ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن؟ فدي كانت اول مشكله بتقابلنا. المشكله الثانيه، هو حصل عندي تدفقات نقديه داخله وخارجه اصلا من ورا الترانزاكشن ديت ولا لا؟ يعني ايه انعكاس الترانزاكشن دي على قائمه التدفقات النقديه بتاعتي؟ هل المفروض ان انا النهارده ما هو السبلاير خد فلوسه فارصده التريد بيبلز بتاعتي لو انا عملت لها دي ريكوجنيشن قلت وظهر مكانها رصيد التزام جديد، هل حصل تدفقات نقديه تتعرض في قائمه التدفقات النقديه بتاعتي اصلا ولا ما حصلش؟ يعني اجي اقول هنا is there is a cash flow for the buyer when the bank pays the supplier، هل حصل تدفقات نقديه؟ فهنا محتاجين ان احنا نكون اكسرسايز سام سورت اوف جادجمنت، والمحاسبه مليانه حاجات جادجمنتال كتير يعني. فعندنا المخصصات اللي هي بتعتمد على جادجمنت، العماره الافتراضيه للاصول الثابته بتعتمد على جادجمنت، مش كل حاجه في المحاسبه ابيض واسود، في حاجات نقط وماضي كتير. فبالتالي احنا محتاجين هنا تو اكسرسايز
جادجمنت عشان اقول هل في تدفقات ماليه اصلا حصلت تو بي ريفليكتد في القوائم الماليه بتاعتي على قايمه التدفقات الماليه ولا لا؟ هل في كاش فلو هاز اوكيرد فور ذا لاير من ذا بانك بيز سبلاير؟ فكان في بعض الناس تيجي تقول ايه؟ اه في تدفقات ماليه، البنك ده بالنسبه لي هو ايجنت بيدفع بالنيابه عني وانا بعد كده بدفعه، فهو كان الايجنت ده هو اللي دفع، فبالتالي في تدفقات ماليه حصلت شود بي ريفليكتد في قايمه التدفقات الماليه. في ناس بتقول كده، وفي ناس ثانيه كانت بتاخد مدرسه ثانيه الجادجمنت الحته بتوديها لاتجاه ثاني، كانت تقول لا مفيش تدفقات ماليه حصلت، دي نون كاش ترانزاكشنز. الكاش فلو هاز نوت اوكيرد فور ذا باير، المشتري ما حصلش عنده تدفقات ماليه. وان ذا بانك بيز ذا سبلاير، كاش فلو ويل بي بريزنتد ان ذا باير ستيتمنت اوف كاش فلو از ا كاش اوت فلو وين ذا باير بيز ذا بانك، لما انا ادفع للبنك الكلام ده يظهر عندي في قائمه التدفقات الماليه، لما انا ادفع للفاكتوري كومباني الكلام ده يظهر عندي في قائمه التدفقات الماليه. يظهر بقى ممكن يظهر جوه الفاينانسنج اكتيفيتيز، يظهر جوه الاوبريتنج اكتيفيتيز، المهم ان هو هيظهر وقت ما انا اروح ادفع البنك لما يحصل ان عندي اصلا تدفقات ماليه خلال. فبقى عندنا سؤالين هنا، سؤال بيتكلم على الكلاسيفيكيشنز والبرزنتيشنز في قائمه المركز المالي، اشيل التريد بيبل واحط مكانها التزام تاني ولا لا؟ السؤال اللي بعده، هل في تدفقات ماليه دخلت وخرجت تظهر في قائمه التدفقات الماليه وتظهر امتى في قائمه التدفقات الماليه؟ فدول السؤالين اللي كانوا عندنا، واللي كانوا بيهموا دايما اليوزرز بتوع الفاينانشال ستيتمنتس عشان يفهم تاثير الترانزاكشن ديت على القوائم الماليه بتاعت الشركه ايه؟ والانفستورز عايزين يفهموا النهارده لو انا دخلت في ترانزاكشن بالشكل ده تاثيره على القوائم الماليه بتاعتي، هو هيأثر على بعض الريشيوز في ارباح، حد يقول لي يا زياد ما فرقتش، ما انت شفت لي اللايبيلتي اسمها تريد بيبل وحطيت لي بدلها اللايبيلتي اسمها مثلا بانك اوفر درافت ولا اسمها اذر فاينانشال لايبيلتيز، يعني في الاخر يعني الكلام ده بيأثر عليها على القوائم الماليه، هيأثر على بعض الريشيوز اللي موجوده في القوائم الماليه كله لايبيلتي اه على بعض الريشيو. فبالتالي ابتدى هنا يبقى في كونسيرن عند الانفستورز، الكونسيرن ده شود بي ادريسد من لجنه المعايير. فلجنه المعايير عملت ايه؟ احنا كنا متوقعين ان احنا لما نشوف التعديل دوت ان التعديل بيتكلم على النقطتين والسؤالين اللي احنا بنتكلم عليهم دول، العرض يكون فين؟ العرض يكون فين؟ في البالانس شيت في الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، والعرض يبقى فين؟ في قائمه التدفقات الماليه. اللي حصل في التعديل ان التعديل اللي اتعمل زي ما قلنا وصدر 25 مايو 2023، والمفروض ان هو يتطبق من 1 يناير 2024، يعني من اول السنه الجايه التطبيق دوت يتم. التعديل دوت كل اللي طلبه اديشنال ديسكلوجرز بس، ما اتكلمش على نقطه الكلاسيفيكيشن والميجرمنت اللي انا كنت بتكلم عليها، كل اللي طلب شويه اديشنال ديسكلوجرز. اديشنال ديسكلوجرز تفهمني نوع الترانزاكشن اللي خاصه بايه بس، ولا قال لي اعرض فين في قائمه المركز المالي، ولا قال لي هي دي كاش ترانزاكشن ولا نون كاش ترانزاكشن بتعرف في قائمه التدفقات الماليه، دي النقطه ديت نوت ادريسد في التعديل. فبالتالي نقدر نقول ان هو سابها للمانجمنت برضه للجادجمنت بتاعت المانجمنت هي اللي تحدد، هل اعمل دي ريكوجنيشن للتريد بيبل واحط مكانها اذر فاينانشال لايبيلتيز ولا لا؟ هل اعرض تدفقات ماليه في قائمه التدفقات الماليه ولا اسيب التدفقات الماليه لما انا ادفع للبنك او لما ادفع للفاكتوري كومباني؟ يبقى التعديل مني طلب مني شويه اديشنال ديسكلوجرز بس دو نوت ادريس الكلاسيفيكيشن اند برزنتيشن، ومن التعديلات ديت على الاضاحات اللي مرتبطه بالمعيار رقم 7 قائمه التدفقات الماليه واي اس ار اس رقم 7 اللي بيتكلم على الفاينانشال انفستمنت ديسكلوجرز. طيب من الاخر ايه هي التعديلات بقى او ايه هو الاضاحه اللي مطلوب؟ الاضاحه اللي مطلوب شكله بالشكل ده. اولا كواليتيف انفورميشن، يعني ايه كواليتيف انفورميشن؟ احنا عايزين معلومات نوعيه، اشرح لي الترانزاكشن اللي انت دخلت فيها ايه؟ ايه طبيعه الترانزاكشن اللي انت دخلت فيها؟ يعني على سبيل المثال اشرح لنا في الديسكلوجر ايه التيرمز اند كونديشنز، الاكستندد بيمنت تيرمز، انت اتفقت فور اكزامبل مع شركه الفاكتور انت تزود البيمنت تيرمز بتاعتك شويه، بدل ما كنت هتدفع السبلاير على 60 يوم فانت هتزودها شويه على 180 يوم. السكيورتي لو انت قدمت اي نوع من انواع السكيورتي او اي نوع من انواع الجرانتي رهنت حاجه لشركه الفاكتنج كضمان للتمويل اللي هم عملوه لك ده وده، الكلام ده شود بي ديسكلوزد في الفاينانشال ستيتمنتس، فدي بنقول عليها الكواليتيف انفورميشن اللي شود بي ريفليكتد جوه القوائم الماليه. وفي كوانتيتيف انفورميشن ارقام محتاجين ان احنا نعرضها جوه الفاينانشال ستيتمنتس. كوانتيتيف انفورميشن انا بعمل القوائم الماليه، احنا قلنا الكلام ده هيبدا يتطبق من اول السنه الجايه من اول سنه 2024، فانا بعمل القوائم الماليه بتاعت 31 ديسمبر 2024، محتاج ان انا اعرض الاضافه على اخر المده وعلى ارصده اول المده، على ارصده 31 ديسمبر 2024 وعلى ارصده 1 يناير 2024 اللي هي ارصده السنه اللي فاتت. الاضافه دوت هيظهر في ايه؟ اولا بالنسبه للكارينج اماونت اوف الفاينانشال ليبيلتيز بتاعتي، هو انا عندي قد
to trade and other payables or settle the trade and other payables بتاعت قد ايه؟ فور اكزامبل مثلا كانت ب 4 مليون دولار. قد ايه من ال 4 مليون دولار اللي موجودين جوه التريد بيبلز اوف ويتش سبلايرز هاف ريسيفد البيمنت فروم ذا فاينانس بروفايدر؟ قد ايه من ارصده التريد بيبلز بتاعتي السبلاير خد الفلوس بتاعته بس ما خدهاش مني، خدها من الفاينانس بروفايدر. انت قسمتها بقى وحطها عرض منفصل، انت سبتها جوه ارصده التريد بيبل. المهم تقول لي قد ايه من ارصده السبلايرز اللي موجود عندك في نهايه المده السبلاير خد فلوسه من الفاينانس بروفايدر ده في بدايه المده وفي نهايه المده، يعني في 31 ديسمبر 2024 وفي 1 يناير 2024. دي اول نقطه. النقطه الثانيه اللايبيلتيز ذات ار بارت اوف ذا ارينجمنتس، الالتزامات اللي داخله جوه الاتفاق ما بيني وما بين الفاكتورنج كومباني. في الطبيعي انت كنت بتاخد عليها ديو ديت ما بينك وما بين السبلاير قد ايه، ودلوقتي بقت الديو ديتس قد ايه؟ يعني الرينج اوف بيمنت ديتس اللايبيلتيز ذات ار بارت اوف ذا ارينجمنت، الديو ديت بتاعها انت بتدفع خلال مده قد ايه بعد تاريخ الفاتوره؟ يعني السبلاير بيديك الفاتوره النهارده ويقول لك ادفع بعد 90 يوم بعد 60 يوم، انت رحت اتفقت مع الفاينانس بروفايدر ده مع شركه الفاكتورنج او مع البنك ان انت تخلي مده السداد، هل هي نفسها 30 و90 يوم ولا المده دي زادت او قلت؟ فقد ايه؟ او عندنا اللايبيلتيز ذات بارت اوف ذا ارينجمنتس، الديو ديتس بتاعتها مثلا نقول ان هي من 90 ل 120 يوم كومبيرنج ببقيه حسابات التريد بيبلز، الطبيعي ان الديو ديتس بتاعتها 30 ل 60 يوم. يبقى انا كده بعرف كمان اللي بيقرا القوائم الماليه الاتفاق اللي ما بيني وما بين الفاينانس بروفايدرز ده زود الديو ديتس بتاعتي قد ايه؟ زود الفتره اللي انا باخدها بفتره السماح عشان اسدد الالتزامات اللي عليا قد ايه؟ بلس اضافه عن النون كاش تشينجز under the maintenance company also need to disclose type and the effect of non-cash changes in the carrying amount of the financial liabilities as part of the supplier finance arrangements. التغيرات الغير تأدية اللي حصلت على الأرصدة دي زي ما احنا كنا بنتكلم من شوية، أنا النهاردة رحت دفعت للسبلاير ده بس ما دفعتش من جيبي، الفلوس خرجت من عند الفاينانس بروفايدرز، الكلام ده should be disclosed في الفاينانشال ستيتمنتس. بلس احنا عندنا إضافة من الإضافات المهمة اللي بتظهر في القوائم المالية بتتكلم عن الليكويديتي ريسك، مخاطر المرتبطة بالسيولة اللي بحدد فيها والله أنا عندي أرصدة التزامات وأرصدة الالتزامات دي المفروض إن هي تدفع خلال مدة قد إيه؟ قد إيه منها من أرصدة الالتزامات اللي ظهر عندي على الفاينانشال ستيتمنتس ديت مالهاش ديو ديتس يعني ويل بي بي أون ديماند، قد إيه منها بتدفع خلال مثلا فترة من زيرو لحد ثلاث شهور، من ثلاث شهور لحد سنة، من سنة لخمس سنين لأكثر من خمس سنين. فعمل لنا بقى في الليكويديتي في الايضاح بتاع الليكويديتي ريسك ده اتكلمنا كمان على التمويلات اللي انت واخدها على سبلاير فاينانسنج ارينجمنت، التمويلات دي انت المفروض ان انت تدفعها خلال المده دي، حط لنا ديت كذا كاتيجوري جوه الايضاح بتاع الليكويديتي ريسك ان التاريخ السداد او تواريخ السداد بتاعتها المفروض ان هي تحصل. شورت اند سويت، ما حبيتش ان ادور عليكم. ثانك يو. في اي اسئله؟ المايك الثاني معانا مايك تمام. سؤال عند صديق البرنامج في نهايه الاستاذ كمال. بس الاستاذ حضرتك ازيك كمال اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير. انا بس انت ما سالتش ان ايه بنشوف عندنا في الشركة يعني الموضوع اشبه بروجكت فاينانس ولا احنا بنتكلم عن حاجه ثانيه؟ يعني انا النهارده بخش مثلا مع بنك او حاجه بيعمل لي فاسيلتي معينه ان هو بيقدر ايه يعني يعمل لي بيمنت ليها علاقه ببروجكت معين، انا في الفاينانشال بتاعتي او في الاغلب بتبقى باين عندي كل الليابيلتي اللي موجوده، وفي نفس الوقت بيحصل حاجه زي اوفر ستيتمنت للليابيلتي اللي عندي بشكل لون اللي هو الفاينانشال ليابيلتي اللي موجوده معايا والكاش اللي بيبقى داخل جوه البنك. ماليش اي هو بيدفع الاستثمار بتاعه؟ هو بيدفع بس بيدفع لبروجكت معين، النهارده مثلا هو داخل ايه مع البنك ان هو بيقدر يعمل البيمنت للبروجكت بتاعه وبيخش في صوره دون، هل المقصود بالحته دي ان هو خلاص هيلغي الترانزاكشن دي؟ يعني انت شلت كده من عندك ارصده السبلاير ومن السبلاير خد فلوسه؟ لا هو بيعمل اوفر ستيتمنت للكاش بتاعي هو بيدخل كاش البنك عندي قدام دون تحت يعني فاينانشال ابيليتي وهي بتحصل عمليه وانت اللي بتدفع ولا البنك هو اللي بيدفع؟ البنك خلاص بيدفع بس هو اللي بيدفع البروجكت بعيد اوكي از بروجكت فاينانس مش بيديك الكاش مش بيديك الكاش في ايدك السبلاير يبان عندي في الفاينانشال سيستم بتاعتي بيديك كاش معايا بس ماليش كنترول هو
هو بيخش بس يكبر بروجكت معين. فبنحكي عن نفس الموضوع بالطريقه دي ولا بنتكلم في حته ثانيه؟ يعني هو هيغير الترانزاكشن دي ولا هنفضل زي ما احنا بس هنعمل بس ديسكلوجر؟ لو البيمنت بتحصل دايركتلي للسبلاير فده اللي احنا بنتكلم عليه. لكن لو انت بتاخد كارد على سبيل المثال اوفر درافت فاسيليتي، الاوفر درافت فاسيليتي ده انت اللي بتصرف منه، مش البنك هو اللي بيدفع للسبلاير بتاعك. احنا بنتكلم، بص كده على الجراف اللي احنا شايفينه هنا، ان انت بتابروف الفاتوره بتاعت السبلاير وتروح تبعت الفاتوره ديت للبنك او للفاكتورينج كومباني. ده اللي بيحصل. ده اللي بيحصل. يبقى احنا بنتكلم عن الترانزاكشن ده. فالايضاح اللي احنا بنتكلم عنه النهارده ده من اول سنه 2024 هو ريكوايرد اندر اي اف اس. مع ان المحاسبه المصريه لسه طبعا التعديل ده ما نزلش فيها. لكن اندر اي اف اس الايضاح اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو اللي ظهر بالشكل ده، ده احنا محتاجين ان احنا نحطه في القوائم الماليه. اللي هو اتكلم عن طبيعه الترانزاكشن او طبيعه الارينجمنت اللي ما بينك وما بين البنك، وتقول لي ان في اول المده وفي اخر المده قد ايه من احصنه التريد بيبلز بتاعتك، السبلاير كانوا واخدين الفلوس بتاعتهم من البنك، والديو ديتس، هل مثلا انت متفق مع السبلاير المفروض ياخد فلوسه خلال 30 يوم، انت البنك بيقول لك لا مثلا بعد 30 يوم ادفع لي على 6 شهور، ادفع لي على 9 شهور، فمعنى كده ان انت بتكستند البيمنت تيرمز، فالاكستنشن بتاع البيمنت تيرمز ده كمان شو بي ديسكلوز تو فاينانشال. اهم حاجه زي الايجنج يعني في الفاينانشال ستمنت او في الديسكلوجر. المنظر ده بالظبط هو اللي احنا محتاجينه، مش محتاجين اكتر منه. تمام. من غير حتى ايه لما تعمل ايجنج، انت تقول في الطبيعي الديو ديتس بتاعتي من 30 ل 60 يوم، نتيجه الارنجمنت ديت انا الديو ديتس بتاعت الفواتير بتاعت السبلاير زادت بدل من 30 ل 60 يوم بقت فور اكزامبل مثلا من 90 ل 120 يوم. طب معلش في الجزئيه بتاعت الفاينانشال ليبيليتي، انا هيبقى عندي السبلاير مش بيظهر معايا، كل السبلاير اللي خدوا الفلوس بتاعتهم يجي الطرف الخارجي خلاص مش هيظهر معايا كبالانس في الميزانيه عندي. ممكن يظهر اذر بيبلز. اوكي، هو احنا هنا بنقول ايه؟ يعني هو التريد اذر بيبلز، قد ايه من التريد اذر بيبلز؟ قد ايه من الفاينانشال اكتيفيتيز اللي احنا بنتكلم عليها ديت فلوس اتدفعت من الـ من الـ من البنك للسبلاير دايركت. تمام. شكرا استاذ سيدي. في اي سؤال تاني؟ في سؤال تاني بعد اذنك؟ احنا بنتكلم عن سستينبل فاينانس واستاذ احمد خدنا اول مره بقى على الاكونتنج. لا تعالى استاذ زياد، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ايه الحمد لله. كنت سؤال بس صغير بالنسبه للجزئيه بتاعت في الاخر احنا بنعمل ديسكلوجر، صح كده؟ مظبوط. طيب في الجزئيه بقى بتاعت الفاينانشال برزنتيشن، الجزئيه بتاعت ان احنا نخليها في تريد بيرنز ولا احنا نخليها في اذر بيرنز، وتبقى هي بالنسبه لي البيرن هنا هو البنك مثلا او الشخص اللي بيمولها. انا اعتقد ان الجزئيه يعني من وجهه نظري اللي هي بتاعت ان احنا نحملها من التريد بير للاذر بير هي اللي هتبقى اكتر مقنعه، لان احنا في الاخر هيتولى برضه انترست بالنسبه للبنك او كذا، فالانترست لازم تبقى ديسكلوز، ولازم ان احنا نفرق الجزء اللي هو البير للسبلاير او اللي احنا نقلناه على الاذر فاينانس يعني اللي هيدينا الفاينانس، والجزئيه بتاعت البير فلازم ده يبقى برضه ديسكلوز بعد كده من ضمن الحاجات اللي انا بروح زيك لنفس نفس الجادجمنت دي، بس از لونج از المعيار ما حطيناش عليها سبيسيفيك ريكويرمنت يبقى هي سايبها للجادجمنت بتاعت المانجمنت. وانت بتكسرسايز الجادجمنت لازم تقرا الارينجمنت اللي تمت ما بينك وما بين البنك او الفاكتورينج كومباني، بحيث ان انت تقدر ان انت تكسرسايز الجادجمنت ديت بشكل سليم. فموست بروبلي انا هاخد نفس الراي بتاعك واروح برضه لفكره ان انا اعرضها سيبريتلي جوه الفاينانشال. زياد بتاعي احنا سابقين في الحته دي في مصر، وهي كده كده معظم الشركات اللي انا براجعها على الاقل هي بتفصل الالتزام هو نفس الترانزاكشن، لان معظم شركات المولات دلوقتي عشان معظم شركات المولات عندها مشاكل في الفلوس يعني، فهي بتعمل ارينجمنت مع البنك بيخلصه مستخلص ويبعته على البنك هو الرزق المستخلص، بس بتفصل في القوائم الماليه وبيتعمل عنها افصاح كامل يعني عن شكل الفاسيلتي اللي ما بين البنك وما بين اللي زي ما عندنا بس استاذ عبد الله هنا هو الافصاح هاتش، يعني زي ما احنا قلنا نقطه البرزنتيشن والكلاسيفيكيشن حتى ايفن ما اتعدلتش، لكن زي ما عندنا هنا الافصاح، فلو الافصاح ده بيتم بشكل كافي انت مش محتاج ان انت تعمل حاجه. يعني بيتهيألي اللي هيزيد حته البيمنت تيرمز والايجنج، لان هو الافصاح موجود بس ما بيبقاش معمول ايجنج. اي سؤال تاني من الدكتور؟ شكرا على حسن استماعكم. دكتور إيهاب.
فلور. وجهه نظرك ايه في الرود ماب توردز انتجريتنج العالم بتاعنا مع العالم بتاعكم؟ لو انا سالتك كده بالاكسبيرينسز بتاعتك، لان انا اي ثينك في الاخر خالص انتوا هتشوفوها بنفس الطريقه، انتوا هتشوفوها معالجات لمجموعه من الصحه المحاسبيه. فبليز جيف مي اول وات ان يور مايند، حتى لو لسه ما تشكلش 100% دونت بي افريد اوف شيرنج ات وذ مي، شير وذ اس ات ذيس بوينت وات يو ثينك اباوت هاو ذا رود ماب شود بي. ايه هي ممكن تكون التشالنجز وايه الانوفيشن شايف ايه ان جنرال في الدوله؟ لان انا اي بليف ذات with the ACCA we have a very good prospect of joining both of us. وشكرا جدا لكم يا برزنتيشن. يعني اول حاجه انا شايفها ان الاورنس سيشن اللي حضرتك قدمتها لنا النهارده is very valuable، وان احنا to repeat such awareness sessions في اكتر من ايفنت دي حاجه يعني is a must. يعني انا شخصيا النهارده فهمت كتير عن sustainable finance، حاجه كتير انا ما كنتش عارفها وما كنتش فاهمها قبل كده. النقطه اللي بعد كده اللي احنا نحتاج ان احنا نعملها بعد الاورنس سيشن، بليف ان احنا نحتاج ان احنا يبقى عندنا سام سورت اوف جاب اناليسيس وير وي ستاند ناو ان تيرمز اوف ديسكلوجرز. اللي موست بروبلي هنلاقي ان يعني مفيش ديسكلوجر دي اصلا مش موجوده جوه الفاينانشال ستيتمنت، اند وات از ريكوايرد، ايه الديسكلوجرز اللي شود بي بريزنتد جوه الفاينانشال ستيتمنت ان اوردر عشان نفهم ايه الديسكلوجرز المطلوبه ديتا. احنا محتاجين ان احنا نعرف بعد كده وات داتا وي نيد علشان نقدر ان احنا نبني الديسكلوجرز دي جوه الفاينانشال ستيتمنتس، ونقدر ان احنا نعرف هو ايه انا محتاج اصلا ان انا اعرضه جوه الفاينانشال ستيتمنت. هل اي هاف تو منشن فور اكزامبل التكاليف اللي انا بتكلفها نتيجه الكلايمت تشينج، نتيجه ان انا الانبعاثات الكربونيه زي ما حضرتك كنت بتتكلم، هل انا اتحمل تكاليف اضافيه نتيجه ان انا مصدر لاوروبا دلوقتي زي ما حضرتك كنت بتتكلم، فانا هتحمل ضرائب نتيجه ان انا المنتجات بتاعتي الكربون اللي انعكاسات الكربونيه بتاعتها اعلى شويه، فبالتالي انا هيبقى عندي تكلفه اضافيه، والحاجات دي شود بي ديسكلوز في الفاينانشال ستيتمنتس. فانا اعتقد ان كولكتنج الداتا ويل بي ذا ثيرد فيز، يعني احنا اولا اورنس سيشنز جاب اناليسيس اند ذن كولكتنج الداتا تو بي ريدي ان احنا نعرض الكلام ده جوه الفاينانشال ستيتمنت. هاويفر انا شايف ان الموضوع از فيري انترستنج، واعتقد ان ات ويل كرييت اوبورتيونيتيز للشركات التمويل اللي موجوده هنا في مصر وللبنوك والكرييت اوبورتيونيتيز، لان في ناس زي ما حضرتك كنت بتتكلم لما تبدا تفهم الموضوع دوت واهميته تبدا ان هي تبص لتمويل النوع دوت من المشروعات، فبالتالي هيبدا يكرييت اوبورتيونيتيز بالنسبه للبنوك بالنسبه لشركات التمويل ان في نيش جديده بدات تظهر في الماركت نقدر ان احنا نتجه عليها ونقدر ان احنا عارف. انا رديت على السؤال بتاع حضرتك، في اي سؤال تاني؟ فلور ليفت تو مالك.